اعتراف إماراتي بالتحالف مع جماعة الحوثي وخيانة السعودية. لنشاهد التفاصيل. قال الكاتب والسياسي السعودي سلطان الطيار مساء اليوم أن الإمارات وجماعة الحوثي وجهان لعملة واحدة. جاء ذلك ردا على إعلان نائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان استقبال الحوثيين ومعاملتهم كالإخوة. وقال السياسي السعودي الطيار في تغريدة له على تويتر أنه باعتراف ضاحي خلفان فإن الإمارات تستضيف عناصر حوثية وتعاملهم كالإخوة، مضيفا: كنت أعرف هذه الحقيقة منذ أول يوم، ولكن اعتراف ضاحي خلفان مهم. كما اعتبر اعتراف خلفان خطيرا كونه يكشف رسائل واضحة بين الإمارات الحليف الرئيسي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن وبين الحوثيين، مشيرا بذلك إلى أن هذا الاعتراف الإماراتي خيانة كبرى للسعودية وللتحالف العربي الذي جاء لإعادة الشرعية والقضاء على جماعة الحوثي المدعوم إماراتيا. وأردف قائلا: على الرغم من تصنيف المملكة للحوثيين كحركة إرهابية واستهدافهم المستمر لأمنها، يتفاخر ضاحي خلفان بتواجدهم في الإمارات ومعاملتهم كالإخوة. وتابع مخاطبا الإمارات: ماذا يعمل الحوثيون عندكم؟ هل يشرفون على تهريب الطائرات المسيرة وقطع الصواريخ؟